رسالة لجماهير نادي الزمالك، اشمعنى بتعملوا من الحب قبة للنادي الاهلي؟ يعني النادي الاهلي لو خد منكم صفقة الدنيا بتتقلب، مع ان بيراميدز عامل معاكو حاجات كتير. لو النادي الاهلي عمل ربع اللي عمله بيراميدز كانت الدنيا اتقلبت وجماهير نادي الزمالك اتقلبت على النادي الاهلي، مع ان لو رحنا شفنا بيراميدز هنلاقيه عامل حاجات كتير في نادي الزمالك، واولهم لما قال لنادي الزمالك انا هنسحب من كاس السوبر، وخلى الزمالك يبقى عنده ثقة اكتر ان هو يسحب من كاس السوبر، وجي بيراميدز وهو اللي دخل كاس السوبر. ده رقم واحد. رقم اتنين، خد من الزمالك سيف فاروق جعفر وخد منه يوسف اسامه نبيه، وقبل كده خد منه مصطفى فتحي واحمد الشناوي واحمد توفيق وعلي جبر وغيره. لو النادي الاهلي خد منهم واحد من اللي انا قلت عليهم ده كانت الدنيا اتقلبت. لما النادي الاهلي جه خد امام عاشور كوبري الدنيا اتقلبت. خلي بالك بيراميدز كان معمول عشان يوقع النادي الاهلي، بس لو بصينا في الوقت الحالي هنلاقيه بيوقع نادي الزمالك. خد من الزمالك المركز الثاني، خد من الزمالك لعيبه كتير، ضحك على الزمالك ودخل مكان قصة الصوبه. يبقى مين دلوقتي اللي عايز يوقع الزمالك؟ هو بيراميدز. كان جاي عشان يوقع النادي الاهلي، بس الايه اتقلبت وجه وقع نادي الزمالك. دلوقتي يا زملكاويه موضوعك مش مع النادي الاهلي ومع الكهرباء وامام عاشور، موضوعك دلوقتي مع بيراميدز والصفقات اللي هو عمال يسرقها منك. بس كده، يلا سلام.